القضاء يقول بأنه لا يمكن نقل الدعوة إلى غير مكان الذي وقعت فيه الحادثة. أما تدخل عربي فنحن نرفض أن تكون هذه القضية القضائية تأخذ أبعاد عربية أو تدخلات أجنبية، بالعكس هي قضية عراقية وقضائية ومنفصلة عن الواقع السياسي، لا نريد السياسة العراقية أن تدخل فضلا عن الدول العربية. شكرا.